صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعد أن يصلي الإنسان صلاة الاستخارة كيف يعلم أنه يقوم بالعمل أو يتركه؟ يطمئنت نفسه إلى الشيء فإنه يعمل فيه. إذا اطمأنت نفسه إلى الشيء بعد الاستخارة فإنه يعمل ما اطمأنت نفسه إليه وما يميل إليه. نعم. وإذا لم تطمئن فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية. نعم.